كتشوف فما تلام بلا اليوم مازالوا ما رجعوش يقراو. حسني مواطن عادي تو يسمع فيك وتونسي مستمع يقول لك انت تو جاي تحكي علينا وانت عايش في دبي عايش البذخ عايش الفلوس وجاي تنظر علينا احنا هوني في تونس احنا اليوم الفقر ما كلنا احنا اليوم عشان في حاجه نقصتنا كي انت تحب الشيء هذا يتغير علاش ما قعدتش انت في تونس؟ جميله منك جميله منك ومن المواطن هذه اقتباس من زياد الجزيري في اول حلقه فرحبيه في اول حلقه في التاسعه سبور مع عادل بوهلال فرصة باش نحيوه هو في السعودية في بلاد الغربة قبل ما يرجع تحية لعادل وابن الديوان جميلة منكم الثلاثة. شوف أنا ما كنتش في دبي ومانيش مولود في دبي ونرجع لتونس وقت اللي نحب ونحكي لتونس وقت اللي نحب ونقول له أنا ضربت 13 عام المواطن هذايا زميلي الميم المواطن ضربت 13 عام في المرفق العمومي ناكله في الحجر والراتب متاعي شهريتي بالفلاقي 243 دينار وبعد 320 دينار بيجيست برمانو وخرجت من مؤسسة إذاعة وتلفزيون مانيش مترسم وذي ما يعرف أحد خوذة عندك في أوستار وكان نبدأ نحكيه في محاور النضال تو معناها تو نخرج في الصدارة وفي دونك مش هكاكا نحكي كسبنا حاجات خسرنا حاجات يزم يرجع الرشد وما فماش واحد زايد على الآخر في التونسة والوطنية وعلى الاقل اللي خدم في مرفق عمومي ولا خدم في سلك امني او في مؤسسه وطنيه وعمل مجهود براتب قليل على الاقل عنده نقاط على مستوى النضال تو كان نحبوا نحلوا كتاب النضال وبالتالي راهو ماهيش حكايه دبي وبذخ وقالها زياد وجاوبته في اول حلقه مش هكاكا ماهيش مقارنات التوانسه اللي عايشين برا مليون ونصف ما كانوش مخيرين الدياسبورا مجبور خرجت حسني طبعا قعدت عام ونص نقرا في الجرايد انا في البيرو نتاع مصلحة الرياضة وما نعلقش ودفعت ضريبة النجاح بين معقفين رغم انه النجاح نسبي خاطر نجحت استبعدوك؟ طبعا هذه حطوك في الفريجيدير باللغة العامية طبعا هذه معروفة لدى القطاع في جماعة الإعلام الرياضي في القراءة من مصلحة وحتى حتى نوفل زميلك معناها حللها في برنامج اعتبره شهير وقتها في ديما لاباس لانه نوفل تعرض للمساله بتفاصيلها طبعا يجيك بي دي جي رئيس مدير عام يحاربك كاسم لانه يجي التليفون اوتواك يجي ميمات معناها بعد فلان لكي افسح المجال لاشخاص ثانيه وهذه سي با ان سكري دو بوليشينال هذا معروف دونك قعدت عام ونص نقرا في الجرايد الشيء اللي خليك تخرج دبي ومن بعد دور الايام ونفس التلفزه اللي خرجت منها تعاود تستدعاك انك تكون موجود وتنشط لحد الرياضي، هل هذا صحيح حسني؟ لا صحيح وصار مرتين وهي وقفت عند حد المفاوضات رغم انها في جانفي 16 وقت اللي مشيت لزميلك نوفل كانت مفاوضات رسميه مع الاداره العامه لمؤسسه الاذاعه والتلفزه اعتقد الياس لا بلوتو مع رشاد يونس نسميه مع الزميل والمدير الكفء ومن كفايات المؤسسه وكانت مفاوضات رسميه ولم يكتب المكتوب كما قالت كلاوديا كاردينال وكهو